شفنا كمان تغيير على مستوى علاقة اللعيبة مع بعض وعلاقة اللعيبة مع المدير الفني الجديد كمان على في وقت قليل جدا قدر يكسب احترام اللعيبة بشكل كبير يا محمد. حضرتك انا بدأت في الاول كلام كابتن هاني قلت الراجل من اول ما جه ساعدني جامد جدا لما كان بيتكلم عن النادي وبيتكلم عن بطولاته وبيتكلم عن الحاجات دي. اللعيبة كانت محتاجة ده، استحتاج من واحد يعني من بره النادي، يعني جاي مدير فني بيتكلم عن النادي كده. اللعيبه كانت يعني كانت احنا كنا محتاجين ده. لما جه اتكلم عن النادي وبطولاته وقيمته في افريقيا دي سهلت عليا كتير. لما تيجي تتكلم مع اللعيبه وتتكلم على النظام اللي احنا ماشيين عليه، طبعا السنين دي كلها يعني مع الاجيال اللي فاتت وكلها طبعا نظام والكلام ده كله، هو الراجل جه اتكلم فيه لوحده، يعني هو جه اتكلم فيه، يعني عارفه قبل ما يجي، عارف قبل ما يجي، واتكلم في الحاجات دي كلها واتكلم في اللي احنا لازم نكون قريبين من بعض ولازم نكون يعني زي الاخوات في الملعب، ومفيش حد يتكلم مع حد غلط، كل الناس بتغلط، دي كره قدم، يعني دي كره قدم اللي اي حد بيغلط اي حد دي. كان ده احنا كنا محتاجينه، واللعيبه فهمت ده كويس. وانا كنت بكلم مع اللعيبه انا وايمن ووليد وسعد والسليه، اللعيبه الكبار عامه طبعا، والكابتن سيد طبعا كان برضو بيعمل حاجات من يعني على طول بتكلم معاه وعلى طول بيوجهني. طبعا اول ما خدت القياده طبعا هو قعد معايا واتكلم معايا في الحاجات ديت واديتها للعيبه، واللعيبه حتى اللي جايه جديده بتاخد الكلام ده وبنتكلم معاهم واحده واحده. يعني احنا في الوقت ده كنا محتاجين حد يجي يتكلم ويفهم اللعيبه دي. اللعيبه صدقت، ما بتصدق خلاص انت توصل المعلومه نزلنا نشتغل، خلاص احنا عندنا شغل بس ننفذ الشغل في الملعب بس خلاص. واللعيبه كلها بصراحه يعني كانوا رجاله، والفتره اللي فاتت دي كلها حتى لاحظت الفتره اللي فاتت دي كلها الاداء كان متغير جدا. كان في مشاكل في الاول الحمد لله يعني خلصنا منها الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن يعني. ان شاء الله محمد.